يا ربي السلام الخوت هذا اه كيوقع دول الخليج هذه الفيديوهات هي من مطار دبي من عاصمة الإمارات العربية المتحدة دبي سلطنة عمان اه عشرات الوفيات وخسائر مادية كبيرة الخوت دول الخليج اه النساب ديالي حتى هما حاصلين في هذا المطار ديال دبي حتى هما كانوا يؤدون مناسك العمره وفي الرجوع ديالهم يعني نزلوا في دبي ربما كان هبوط اضطراري وكيعاودوا لي حاصلين يعني وباقين يعني دابا باقي لحد الان ما كاين حتى شي اخبار يعني هاد الطيارات يعني في المطار ولكن الناس ما يقدروش يخرجوا لان المياه يعني تغمر لو تغمر المطار ديال دبي كما غادي تشوفوا معنا يعني في تتمة ديال الفيديوهات امطار غزيرة تغير مسارات الرحلات بمطار دبي وهنا تقلبات جوية وامطار غزيرة تضرب الامارات العربية وتغرق دبي ومسرع 18 شخص في عمان هنا اغرقت المطارات بدبي ومشاهد من الفيضانات الضخمة التي ضربت الامارات العربيه المتحده أه الله يرحمنا الخوت قد نفع كما قلت يعني امطار كنظن وقيلة لم تعرفها يعني أه دول الخليج يعني أه تساقطات امطار يعني غزيره أه وتسببت في خسائر ماديه يعني جسيمه الدول نخليكم مع تتمه ديال الفيديوهات ونمشيو للتفاصيل الخوت كما قلت لكم يعني كنا رحلات آه اللي كانت في اتجاه من وإلى المغرب رحلات يعني الناس اللي كانوا يؤدون مناسك العمرة يعني آه كاين ناس باقين وكما قلت يعني حتى ديالي الله يوصلهم على خير الله يحفظ الجميع الخوت آه المهم خليكم مع تتمة ديال الفيديوهات كما قلت من آه عدة دول آه بمنطقة الخليج صراحة مشاهد وصور الله يحفظ الجميع الخط وخليكم يعني مع تتمة الفيديوهات ونمشيو للتفاصيل شيء اليوم الخط كما المغربة والجاليه المغربيه في كل مكان سلام الله عليكم وتحيه طيبه للجميع امطار غزيره تغير مسارات الرحلات الجوية بمطار دبي تسببت الأمطار الغزيرة بتحويل مسارات الرحلات هذا فقط فيما يتعلق بالرحلات القادمة إلى مطار دبي مساء اليوم وأغرقت طرقات ومنازل ومراكز تسوق في الإمارات فيما تضرب عواصف رعدية منطقة الخليج وكانت الأحوال الجوية السيئة التي بدأت في سلطنة عمان الأحد قد تسببت بمصرع 18 شخصا معظمهم أطفال اللهم اغفر لهم وارحمهم وارزق ذويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون وقال المتحدث الرسمي باسم شركة مطارات دبي انه نظرا للاستمرار احوال الجويه الاستثنائيه آه التي تشهدها دوله الامارات حاليا سيقوم المطار الدولي المطار الدولي بتحويل الرحلات القادمه مؤقتا والمقرر وصولها هذا المساء ثلاثاء 16 ابريل حتى تتحسن الحاله الجويه السيئه ويبلغ عدد الرحلات التي كان يتوقع وصولها مساء الثلاثاء نحو 100 وفق نحو 100 وفق الموقع الرسمي للمطار ان الطائرات المغادره تواصل اقلاعها من المطار بشكل طبيعي وبعد الظهر علق المطار وهو اكثر مطارات العالم ازدحاما من حيث عدد الركاب الدوليين عملياته ل 25 دقيقه بسبب العاصفه وفق المتحدث واظهر شريط مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ولم تمكن وكاله فرانس بريس من التحقق منه الطائرة تسير على مدرج غارق بالمياه ودخلت مياه العديد من المنازل وغرقت طارق طرق رئيسية بمياه الأمطار في دبي والعاصمة أبو وتقطعت السهول بالعديد من السائقين وأظهرت مقاطع فيديو تداولها مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي داخل مركز دبي مول ومول الإمارات تجاريين كبيرين وفي محطة مترو واحدة على الأقل وعلى انتحاد الأسيوي لكرة القدم تأجيل مقابلة العيل الإماراتي وضيفه الهلال السعودي آه المقابله اللي كانت غادي تجمع بين ياسين بونو وسفيان رحيمي لمده 24 ساعه بسبب الظروف الجويه بعدما كانت مقرره مساء الثلاثاء في ساد ازاع آه بن زايد في العين في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اسيا لكره القدم واصيب آه واصيب دبي بشلل تام فقد توقفت خدمات توصيل الطعام وبدات الشوارع آه مزدحمه عاده شبه خاليه من المركبات بعد تحذيرات وجهتها السلطات بعدم الخروج من المنزل الا في حالات الضر القصوى وتعطلت بعض المصاعد في ابراج مرتفعه بسبب الامطار وتم تفعيل نظام الدراسه والعمل من بعد في معظم انحاء البلاد الثلاثاء واعلن السلطات تمديد القرار الاربعاء وضع المركز الوطني هذه تفاصيل ديال الاحداث ديال اللي في دبي وفي دول الخليج ودع المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة مركبات والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات مياه متوقعا أن تستمر العاصفة إلى الأربعة وأصبحت سماء دبي التي تكون عادة زرقاء وصافية رمادية وحجبت سحب نور الشماء الشمس حتى باتت الأجواء مظلمة في فترة ما بعد الظهر وسجلت أوف المقال مازال طويل الخوت وفي البحرين ايضا حصر العديد من السائقين وسكان جراء الفيضانات هنا وقال الطفل البحريني علي حسين تسع سنوات حب اللعب تحت المطار ولكنه لاول مره يشعرني بالخوف واضاف اثناء مساعده والدي في سحب المياه من امام منزلهما في المنامه لقد ارعبني صوت الرعد وكانت السماء مضاءة من كثرة البرق، لم أرى شيئاً كهذا كهذا فاختبأت عند أمي ونمت حتى الصباح، لقد أخافني صوت المطر. وفي السعودية نشرت قناة الإخبارية الحكومية مقاطع فيديو تيوس تساقط أمطار غزيرة في المنطقة الشرقية، ووصلت العاصفة إلى الدول الثلاثاء علماً أنها تضرب منذ الأحد سلطنة عمان حيث تسببت بسيول مصرع 18 شخص ومحاصرة العشرات. ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن قطاع البحث والإنقاذ الثلاثاء أنه تم العثور على جثة رضيع ليرتفع عدد الوفيات إلى 18 مشيرا إلى أن البحث جرى عن مفقودين آخرين وكان السلطات قد عثرت الأحد على ثلاثة أشخاص وتسعة تلاميذ فارقوا الحياة جراء انجراف مركباتهم هذا يقع في دول الخليج آه، والدول المتضرره هي سلطنه عمان والامارات العربيه المتحده الله يرحمنا قد نفع الله يكون مع هاد الناس الخوت تهلاو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته